كنا قد قرأنا في ما تقدم في جملة من أحاديث كتاب الآنية، باب الآنية، ووقفنا على حديث أبي ثعلبة الخشني وأخذنا بعض فوائده. نقرأ هو الذي يليه، اقرأ هو الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مسابق امرأة مسلمة. متفق عليه. هذا الحديث، هذا الحديث تتمة لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. فحديث أبي ثعلبة فيه أن أبا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية أهل الكتاب من حيث حل الانتفاع بها بالأكل. وذكر الأكل ليس قصراً على هذه الصورة، بل هو شامل لكل أوجه الاستعمال كما تقدم. فالذي يمنع من الأكل فيه يمنع من الانتفاع فيه في سائر أوجه الانتفاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا. فأفاد الحديث النهي عن آنية الكفار حتى تغسل. وهذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهو حديث في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري ومسلم من طريق سلم بن زرير عن أبي الرجاء العطاردي، عن أبي الرجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وهذا الخبر جزء من حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا في سفر، فأصابهم شدة حاجة إلى الماء، فما كان إلا أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، بعثهما إلى جهة من الجهات لعله يستكشفون الماء أو يطلبانه. ولذلك قال: فابتغيا لنا الماء. فلما جاء إلى مكان أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة، وهذه المرأة كانت قد ركبت بعيرا عليه مزادتان، عليه قربتان كبيرتان، المزادة قربة، القربة الكبيرة من الماء، وكانت مشركة. فسألها عن الماء: عهدك بالماء متى؟ فقالت: عهدي بالماء أمس مثل هذه الساعة، يعني مسيرة يوم كامل ليصلوا إلى الماء. فطلب منها المجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت معهما رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها المزادتان، معها هاتان القربتان العظيمتان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستقوا من تلك المزادة، أن يستقوا أي أن يأخذوا الماء من تلك المزادة، من ذلك الوعاء. فسقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استقوا وتوضأوا من مزادة تلك المشركة، وبلغ عدد الذين انتفعوا من ذلك الماء
الذي في تلك المزادة خلق كثير، عدهم بعض أهل العلم أنهم بلغوا 30,000 نفس من مزادة، وهذا فيه آية عظمى من آيات النبي صلى الله عليه وسلم دالة على صدقه، فإن هذه المزادة التي قد تأتي بقدر هذه الجوالين أو هذه الترامس الماء الواحدة منها بقدر هذه الترامس لا تسقي هذا العدد، لا يمكن أن يستقي منها هذا العدد الكثير، ثم إنه لم تنقص تلك المزادة شيئاً، لم تنقص تلك المزادة شيئاً، بقيت على ما هي عليه، فلم ينقص المرأة من مائها شيء، وكافأها النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخذ منها فذهبت. والشاهد من هذا ما اختصره المؤلف رحمه الله حيث قال فيما ساق عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي من كانوا معه من الصحابة الكرام في ذلك الحدث وفي تلك الفترة، توضأوا من مزادة امرأة مشركة، توضأوا من مزادة امرأة مشركة، أي إنهم استعملوا الماء الذي كان أصله في مزادة المرأة المشركة لينتفعوا منه في الطهارة. قوله رضي الله تعالى عنه من مزادة امرأة مشركة، المزادة هي القربة الكبيرة كما تقدم، وتسمى السطيحة، ويسميها بعضهم الراوية، وسميت بهذا الاسم لأن الناس يتزودون فيها من الماء، سميت بهذا الاسم لأن الناس يتزودون فيها الماء لأسفارهم وتنقلاتهم، فسميت مزادة لأنهم يتزودون فيها ماء لحاجتهم. فقوله رضي الله عنه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، أي من قربتها، ومن أسباب وقيل إن من أسباب تسميتها مزادة أنه يلصق بها ويلحق بها جلد يوسعها ويكبرها، لأنها ليست من جلد حيوان واحد بل من مجموعة جلود تزاد حتى تكون على هذا النحو من الكبر والعظم. وقوله امرأة مشركة أي من امرأة لا تؤمن بالله بل هي من أهل الأوثان الذين كانوا يعبدون غير الله عز وجل. وهذا الحديث أتى به المصنف رحمه الله بعد حديث أبي ثعلبة ليبين أن الأصل في أواني الكفار الطهارة سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة هو وأصحابه، ولو كانت نجسة لما جاز له صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منها وأن يتطهر منها للصلاة، فلما توضأ منها لرفع الحدث دل على أنها طاهرة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلد تلك المزادة مما يكون، ولا سأل صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء من أين حصل، فدل هذا على أن الأصل في آنية الكفار الطهارة، وأن الأصل في مياههم الحل والإباحة والطهارة، حتى يقوم الدليل على النجاسة وعدم الطهارة. وبه يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ليس على إطلاقه في كل آنية الكفار، بل هو في آنية خاصة من آنية الكفار، وهي الآنية التي عند كفار لا يتوقون النجاسات. الكفار الذين لا يتوقون النجاسات هم الذين تتوقى آنيتهم، وأما من كانوا يتوقون النجاسات فإن آنيتهم مباحة، لأن الله تعالى أباح طعامهم، وطعامهم لا يكون إلا في آنية، وقد قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فشمل ذلك كل أطعمتهم، فإذا طاب ما في الإناء فالإناء طيب، إذا طاب ما في الإناء فإن هذا دليل على طيب
الإناء. فحديث عمران رضي الله تعالى عنه هو بيان للأصل في آنية الكفار بعدما تقدم من آنية من بيان آنية أهل الكتاب. وأيهما أغلظ شأنا وأشد حكما في الشريعة، الكفار أهل الكتاب أو الكفار المشركين؟ الكفار المشركون. لماذا؟ لأنه قد جاء في أهل الكتاب من الأحكام ما خصوا به، فأحل الله طعامهم ذبائحهم دون ذبائح المشركين، كما أن الله تعالى أحل نكاح نسائهم ولم يحل نكاح المشركات. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأحل نكاح نسائهم، أحل نكاح نسائهم أي نساء أهل الكتاب، فدل ذلك على أنهم أخفوا شركا وكفرا من أهل الأوثان، وإن كانوا في الكفر سواء، لكن الكفر دركات كما أن الإيمان مراتب ودرجات. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد الحديث هذه الآية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء، وهذا من حيث جنس الآية أعظم مما أعطاه الله تعالى لمن؟ لموسى عليه السلام. فإن الله أعطى موسى آية لما استسقى بنو إسرائيل قال: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فخرج الماء من أين؟ من الحجر بضربة موسى عليه السلام. وهذا في الإعجاز بين وظاهر، لكنه غير مستغرب، إذ إن الماء يخرج من الحصى والجبال، كما قال الله تعالى في ذكر حال الجبال: ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لكن الآية في أن موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت، لكن خروج الماء من الحجر هل هو مستغرب؟ الجواب لا، بل هذا معتاد، لكن الذي كان آية لموسى أنه لما ضرب الحجر انفجرت منه 12 عينا. الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، من في كل أحاديث تكثير الماء ونفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سقى عددا كبيرا من أصحابه من مزادة امرأة مشركة، لم يضرب شيئا، إنما كانوا يغرفون من الماء فيبارك الله تعالى فيه، حتى إنه سقى من أصحابه ما يقارب 30,000 من تلك المزادة وهي لم تنقص شيئا. أيهما أعظم آية؟ هذه الآية. يقول قائل: احتمال، يعني قد لا تكون أعظم، ثمة ما يبرهن ويدل على أن ما أجراه الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات أعظم من آيات غيره من الأنبياء، أن الله تعالى أخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه وضع يده في الإناء فنبع منها الماء، وخروج الماء من بين لحم ودم غير معهود ولا معروف، بخلاف تفجره من الأحجار. وهذا دليل على ما ذكره أهل العلم، أنه ما من نبي آتاه الله تعالى آية أي معجزة إلا وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها وأعظم منها، وهذا لكرامته صلى الله عليه وسلم واحد، وأيضا لعموم رسالته، فكانت رسالته عامة، ولذلك كانت الحاجة إلى البراهين والأدلة الدالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه أعظم مما تقدم من الرسل. لماذا؟ لأن الرسل المتقدمين كانت رسالاتهم
خاصة بأقوامهم. ومعلوم أن من كانت رسالته عامة يحتاج إلى برهان أقوى وحجة أظهر وآية أبين للدلالة على صدقه. ومما ميز الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له آية باقية بقاء الليل والنهار، لا تزول ولا تحول ولا تذهب، بخلاف آيات الأنبياء جميعا. فكل آيات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم آيات مقيدة زمانا ومكانا، أما آيات النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما هو مقيد زمانا ومكانا وهو ما جرى وحدث وانتهى، كنبع الماء من بين أصابعه، وكتكثير الطعام بين يديه، وكتسبيح الحصى وتسبيح الجماعة الطعام بين يديه، وكحنين الجذع لما خطب على المنبر. كل هذه آيات للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها محدودة زمانا ومكانا، محدودة زمانا ومكانا. أما الآية الباقية التي لم تزل فهي هذا الكتاب المبين القرآن الحكيم، فإنه آية للنبي صلى الله عليه وسلم، برهان للنبي صلى الله عليه وسلم باق بقاء الليل والنهار. قال الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذه آية عظمى. وقال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يظهر لهم أن هذا الذي جاء به النبي، الضمير يعود إلى القرآن أو إلى الرسول الذي جاء به أو الدين الذي جاء به، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي يظهر لهم ظهورا بينا أنه الحق. وهذا على مر العصور يظهر الله من الآيات والأسرار في الكتاب والإعجاز ما يجعل الناس مصدقين له، قد ظهر لهم صدق هذا الكتاب وتبين لهم صوابه وأنه من عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح: ما من نبي إلا وآتاه الله تعالى ما على مثله آمن البشر. ما من نبي إلا وآتاه الله تعالى من الآيات، يعني المعجزات والبراهين، ما على مثله آمن البشر. وكان الذي أوتيته، أي وكان الذي خصني الله به، وحياً أوحاه الله إلي، وحياً أوحاه الله إلي، وهو القرآن الحكيم. فكان القرآن أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم آيات الأنبياء. القرآن أعظم آيات الأنبياء، فليس في آيات الأنبياء ومعجزاتهم معجزة أعظم من إعجاز القرآن. بعض الناس تأسره الآيات والمعجزات الظاهرة المشاهدة كانشقاق القمر ونبع الماء من بين يديه وما أشبه ذلك من الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها معجز وكلها دال على صدقه. لكن هذه الآية وهي هذا الكتاب الحكيم بحفظه وصيانته وحفظ معانيه ونصره وظهور حججه، أعظم في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعظم في الدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي في هذا الحديث آية من آياته صلى الله عليه وسلم. وإن من رحمة الله عز وجل أن جعل لأولياء الله وعباده الصالحين من خوارق العادات ما يصدق الأنبياء، وهذا تابع لآيات الأنبياء، لكنها لا تسمى آيات لأنها كرامات، فالآيات هي البراهين الدالة على الصدق. وأما ما يجريه الله تعالى من خوارق العادات لأوليائه فهذه تسمى كرامات، والكرامات لا تطلب إنما تمنح، ولا تدعى إنما توهب. وهذا يبين فرق ما يذكره المشعوذون من خرق للعادات
على أنه كرامات، وبين ما يكون لأولياء الله عز وجل من الكرامات، فإن ما يكون لأولياء الله عز وجل من الكرامات الأصل فيه أنه لا يطلب بل يمنح، وأنه أيضا يجري الله تعالى لنصرة الحق وأهله بخلاف ما يكون من شعوذة المشعوذين وخرق عادات السحرة والمكذبين، فإن ذلك من الجن لإقرار باطل أو تزيينه أو الدعوة إليه، فشتان بين هذا وذاك. من فوائد الحديث طهارة جلود بهيمة الأنعام إذا دبغت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الجلود عموما إذا دبغت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة ولم يسأل عن أصلها. ومن فوائد الحديث طهارة آنية أهل الكفر، وأن آنيتهم الأصل فيها الطهارة، فلا يترك هذا إلا لدليل أو حجة أو برهان. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث. الحديث الذي يليه.